طيب خلينا بقى نروح لزميلنا مينا ماهر مراسل قناة الأهلي ونعرف كده آخر الأخبار أخبار النادي الأهلي من مقر النادي. مينا صباح الخير وطلعنا كده ما لديك يعني من أخبار، تفضل. خير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي وجوله جديده من نادي الاهلي فرع الجزيره. يمكن انا موجود هنا فرع الجزيره من حوالي ساعه تقريبا، لاحظت وجود عدد من الاعضاء لمقر النادي للتدريبات الصباحيه، ويمكن ايضا لاحظت وجود بعض من كبار السن في مجمع حمام السباحه لتاديه بعض التدريبات الصباحيه الخفيفه. بالنسبة لدرجة الحرارة، يمكن احنا طبعا فصل خريف لكن الموضوع ملوش أي علاقة بالخريف. درجة الحرارة بصراحة حر شوية، يمكن في نسمة هواء خفيفة، ولكن درجة الحرارة لسه حر، لسه يعني في الأيام القادمة إن شاء الله درجة الحرارة تبدأ تتظبط وتنزل تاني. بالنسبة للسيولة المورية، يمكن طريقي المعتاد من وسط البلد أو مصر الجديدة لفرع النادي هنا في الجزيرة، يمكن بعدي على صلاح سالم، كوبري 6 أكتوبر، كل ده كان سيولة مورية كويسة جدا، مفيش أي مشاكل. طريقي خد حوالي من 20 ل 22 دقيقة. بالنسبه بقى للتدريبات هنا في النادي، يمكن وانا بكلمكم بدا بالفعل تدريب السباحه لمواليد 2009 استعدادا للموسم المقبل. امبارح بصراحه كان يوم مميز جدا لالعاب الصالات. يمكن بالنسبه لفريق كره اليد للرجال تم التعاقد بالفعل مع اللاعب اسامه الجزيري لاعب الترجي التونسي. بصراحه ان شاء الله اللاعب هيقدم اداء مميز جدا مع النادي الاهلي، متفائلين وان شاء الله يتوج بالبطولات مع فريق اليد. نروح بقى لفريق كرة السلة سيدات، يمكن تم التعاقد بالفعل مع اللاعبة فريدة وائل ونهى شتا من نادي هليوبلس، واللاعبة سلوى هارون من نادي الزهور، واللاعبة رنا نبيل من نادي سبورتينج. ان شاء الله الاربع لاعبين يكونوا اضافه قويه جدا جدا لفريق السله سيدات، ويقدموا ان شاء الله مواسم قويه جدا استعدادا لان شاء الله احنا بنستعد لبطوله الدوري وبطوله افريقيا السنه الموسم القادم ان شاء الله. بالنسبة لفريق الكورة، يمكن النهاردة إن شاء الله يكون في التدريب الساعة 4:30 استعدادا لمباراة الترسانة غدا، وبعدها إن شاء الله يكون في معسكر مغلق للفريق عشان يستعد لمباراة الغد. إن شاء الله فريقنا الأهلي يقدم مستوى طيب غدا أمام نادي الترسانة ونقدر نفوز بالمباراة ونتأهل للدور القادم، وإن شاء الله يكون استعداد قوي جدا للحدث الأهم والأكبر لينا هو بطولة أفريقيا. دي كانت أجوانا وأخبارنا عن تدريبات النادي الأهلي وعن أخبار النادي الأهلي فرع الجزيرة. لو في أي استفسارات أنا معكم، عودة مرة أخرى إلى الاستوديو. إن شاء الله يا مينا كل التوفيق طبعا لفريقنا. مشكورة جدا زميلنا العزيز مينا ماهر.